الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا وإياكم في هذا المكان على ذكره أن يجمعنا غدا في الفردوس الأعلى إلى جوار نبينا عليه الصلاة والسلام. جزى الله الإخوة الذين رتبوا لهذه الكلمة ولهذه المحاضرة ولأهل هذه القرية، فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لهم في أموالهم وفي أعمارهم وفي ذرياتهم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وبعد، بحول الله وقوته وتوفيقه ومنته نقف مع حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، هو عند الإمام أحمد في المسند، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. أربع أي أربع صفات، إذا كن فيك فلا عليك ولا يضرك ما فاتك من الدنيا. قال: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. فهذه الصفات الأربع هي من أسباب السعادة في الدنيا وفي الآخرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أربع، أربع خصال وأربع صفات، إذا كن فيك، إذا توفرت هذه الصفات فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، أي لا يضرك ما فاتك من الدنيا ومن زخارفها ومن بهرجها الذي سلب عقول كثير من الناس في هذه الأيام. قال: حفظ أمانة. ومن هنا يعلم مكانة الأمانة في الإسلام، والله تبارك وتعالى يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال الله عز وجل: والذين لأماناتهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وغيرها من الآيات التي جاءت في الأمانة. والأمانة عامة، الأمانة عامة، أمانة الدين والأمانات التي تتعلق بالخلق، فاسم جامع وتشمل كل الأمانات. والمسلم والمؤمن عليه أن يحفظ الأمانة وأن يؤدي الأمانة كما هي، كما قال الله عز وجل:
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالله عز وجل أمرنا بأن نؤدي الأمانات إلى أهلها، وأعظم الأمانة أمانة العقيدة والتوحيد والسنة، فهذه من أعظم الأمانات التي ينبغي على الناس أن يراعوها وأن يحافظوا عليها وأن يؤدوها. فواجب الدعاة إلى الله عز وجل أن يؤدوا هذه الأمانة بأن يبلغوا دين الله عز وجل، وأن يأمروا الناس بما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وأن لا يغشوهم وأن لا يخدعوهم. ونحن اليوم نرى دعاة الشر ودعاة الباطل ودعاة الشرك يدعون الناس إلى الضلال الواضح، ويدعونهم إلى الشرك بالله عز وجل الصراح، ويدعونهم إلى عبادة غير الله، ويدعونهم إلى الالتجاء لغير الله والاستعانة بغير الله والاستغاثة بغير الله في أشعارهم وفي كتبهم وفي مقالاتهم وفي مقاطعهم، يدعون الناس إلى عبادة غير الله. ووجب على دعاة التوحيد ودعاة السنة أن يبينوا للناس ما أوجبه الله عز وجل عليهم من حق، وهو التوحيد الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال معاذ: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أول أمانة وأعظم شيء يؤدى أن يعبد الله تبارك وتعالى وحده، ولا يشرك معه غيره أبدا، لا ملك لا نبي لا رسول لا صالح لا صاحب قبة لا قبة لا ضريح لا بيان لا شيطان لا جن ولا إنس يستحق أن يعبد مع الله تبارك وتعالى، ده حق الله. الليلة الناس في الزراعة يقول لك ده حق فلان وده حق فلان، بيميزوا بين الحقوق والحدود، يقول لك ده أرض فلان وده أرض فلان وده حق فلان وده حق فلان. أما لما نيجوا في مسألات العقيدة والتوحيد تجد الناس يخلطوا خلطا عظيما وساووا بين حق الخالق وحق المخلوق. المخلوق الناس عبدوا من دون الله عز وجل، عبدوا كيف؟ دعوه مع الله تبارك وتعالى ونادوه واستغاثوا به وذبحوا له وطافوا به قبره. تسمع القصائد الآن المنتشرة عند الناس وفي البصات والحافلات التي تدعو الناس إلى الإشراك بالله عز وجل صراحة. يقول قائلهم في قصيدته المشهورة: مصر المؤمنة، ندعوك يا الله بجميع عباد الله، وندعوك بسيدتي هي زينب عمدتي وشعوانة ورابعة العدوية وبالدسوقي وبالشازري، فما خلى مخلوق ما دعاه مع الله عز وجل، وهذا شرك بالله تبارك وتعالى، وهذا خيانة للأمانة. هذه خيانة للأمانة بأن يعبد المخلوق ويصرف له أنواع العبادة من دون الله تبارك وتعالى. لذلك وجب على الدعاة أن يدعو الناس إلى دين الله عز وجل الصافي، ودين الله عز وجل الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ويحذروهم من الشرك بالله تبارك وتعالى الذي هو أعظم الجرائم وأعظم الكبائر التي من تلبس بها ومات عليها
كان من أصحاب النار كما قال رب العزة والجلال، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. ما بتلقى لك حديث أوضح من الحديث ده. من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. الند قد يكون صالح، قد يكون طالح، قد يكون قبر، قد يكون ميت، قد يكون شيخ طريقة، قد يكون فقي، قد يكون وقد يكون. فإذا دعا مع الله عز وجل ندا ومات على ذلك حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار. من مات وهو يدعو لله ندا، يدعو لله ندا، والله يقول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أنداد بنادي الله وبنادي عبد الله. أبويا الشيخ يا بقبة اللبنية أكتب لي حجاب من راسلاك ورعي، وأبويا الشيخ يا بقبة باب القطيع قصير اللحية القطايا الطير، وقبل اللي فوق نادي هل الزوق، وقبل الصعيد نادي عوض الجيد، وقبل شمال نادي بشمال، قبل قدام نادي الهمام بالفوق قوام، وقبل ورا نادي بشرع. وذا قال: ناديت وتحسون الفوق يا ابو فركه فارس العوق. شرك بالله تبارك وتعالى. الله ما قال نادوا وتحسون، والله ما قال نادوا مخلوق ياكل ويشرب ويموت، بل قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. الله قال نادوني، ما قال نادوا معاي مخلوق. لذلك قال الله عز وجل في خواتم سورة المؤمنون: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والله تبارك وتعالى بيّن في آيات كثيرة جدا أن هؤلاء الذين دعوا مع الله عز وجل لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يملكون لمن دعاهم رزقا لا في السماء ولا في الأرض، وغيرها من الآيات الواضحة. لكن الناس ما داير. مع وضوح هذه الآيات البينات أكثر الناس الليلة ما دايرين الحق. وزي ما قال ربنا: ولقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أكثر الناس الليلة ما داير الحق، وأكثر الناس اليوم يعارضوا الحق، وأكثر الناس اليوم يرفضوا الحق ويردوا الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. والله أكثر الناس اليوم تقول: لا الله قال، الرسول قال. يقول لك: ده كلام حقكم انتم. تقول: لا الله قال، الرسول قال. يقول لك: ده كلام بتاع وهابية. ما قلنا، قلنا لك الله قال، الرسول قال، الدين الله قال، الرسول قال. لكن الناس ما دايرين دي، لأنه قاموا على عادات وتقاليد تخالف الكتاب والسنة. لذلك ما بيقبلوا إلا، لا يقبلوا من الحق إلا ما وافق هواهم، ما بيقبلوا من الحق إلا الذي يوافق أهواءهم وأمزجتهم. عشان كده ربنا قال: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وتشاهد بعينك وتسمع بأذنك الشرك بالله عز وجل: يا فلان ويا فلان ويا الحسن من المحن ويا صابقية ويا ضلع الحديد ويا ود عويس ويا رجال الصعيد، وعبارات شركية في العربات وفي السي وفي اللواري وفي البصات، عبارات شركية. لذلك أعظم الأمانة ومن أعظم الأمانات التوحيد والعقيدة الصحيحة، بأن يعتقد الإنسان الاعتقاد الصحيح في الله عز وجل. فمن اعتقد في غير الله فهذا خائن لأمانة الدين. أي زول يعتقد في غير الله، يعتقد في ميت، يعتقد في قبة، يعتقد في بيان، يعتقد في شيخ طريقة إنه ينفع ويضر ويملك الأرزاق ويوسع في الأرزاق ويهب الذرية ويتصرف في الكون،
هذه خيانة للأمانة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال أربع إذا كنا فيه فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، تحفظ الأمانة، أمانة الدين والعقيدة والأمانات المتعلقة بالخلق، الأمانات المتعلقة بالبشر وبالناس، برضو تؤدي هذه الأمانات إلى أهلها. ومن الأمانة النصح لهذه الأمة، من أداء الأمانة النصح لهذه الأمة، لأن الله تبارك وتعالى أمر الناس بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصي بالحق وتواصي بالصبر. فمن أعظم الأمانات التي تؤدى للناس أن يدعوا إلى دين الله عز وجل، وأن يدعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال: حفظ أمانة وصدق حديث. الصدق برضو من الصفات التي ينبغي على المسلم أن يتحلى بها، الصدق في الكلام، الصدق في المعاملة، الصدق في كل شيء، يصدق مع الله، يصدق مع خلق الله، ويصدق مع نفسه. إنسان يصدق أنه ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تصدق، والصدق من الصفات المحمودة. الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وخلاف الصدق الكذب، الكذب على الله، والكذب على رسول الله، والكذب على الناس. من أعظم الكذب على الله بأن يجعل لله عز وجل الأنداد، ويجعل لله تبارك وتعالى الشركاء. والله قال في القرآن: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فالصدق مع الله عز وجل بأن لا تعبد إلا الله، من الصدق مع الله ألا تعبد إلا الله، وألا تصرف شيء من العبادة لغيره سبحانه وتعالى. ده من الصدق مع الله عز وجل. ومن الكذب أن تصرف شيء من هذه العبادات لغير الله. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالإنسان يصدق مع الله، الله خلقك براو، ويرزقك براو، ويتولى أمرك براو سبحانه وتعالى. بعد ده تمشي تعمل لك ثاني أنداد وشركة مع الله عز وجل؟ الناس دي ما بيخجلوا؟ الناس دي ما بيتأملوا؟ يخلوا في خير ربنا، ويتنفسوا في الهواء بتاع ربنا، وماشيين في أرض الله، والغياس اللي بينزل حق الله، والزرع ينبت الله تبارك وتعالى. بعد ده يمشوا يسووا له ثاني شركة، يقول لك: والله أبواتنا ديل، وشيوخنا ديل، وفقرانا ديل ماسكين الكون كده، وكذابين. والله ما ماسكين الكون، الواحد فيهم تمسك بطنه إلا يلحق الإبريق هناك. تفهم تمسك الكون كيف؟ وهو لما يمرض يمشي هناك أسبانيا وفرنسا وألمانيا يتعالج هناك. أنت ما قلت ماسك الكون، وقلت بيبيعوا المطر، قالوا عنده بيبيعوا المطر، المطر في السماء ده قالوا بيعوا، خلي المطر في السماء بس. قلت لهم العيش ده شفتوا بس، رقدوا للناس، رقدوا الناس، نزلوا العيش ده بس، كان بتقدر ما بيقدروا. كل هذا من الكذب ومن البهتان والافتراء على الله عز وجل. عشان كده نسجوا الخرافات والكرامات المزعومة حول أوليائهم، ودل كلهم أولياء بتاع الشياطين، دل ما أولياء لله، ما في ولي لله. بيقول: أنا عرشها والكرسي أنا للسماء بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. ده المرغني قال: أنا عرشها والكرسي أنا للسماء بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. أصل ما كذب على الله، ده إلحاد عديل وزندقة وبتاع القادية. يقول: أنا الواحد الفرد الكبير بذاتي،
أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة وغيره من أئمة الضلال في هذه البلاد، سطروا العقائد الخربانة والعقائد العفنة والعقائد الوسخانة، والناس صدقوهم في هذا الباطل. يا أخي جاء في كتاب سراج السالكين، كتاب سراج السالكين ده بنقول كرامات لواحد اسمه البدر بيجاي، قال في الصفحة 114 قال لله 8 أولياء كمل، 4 في اليمن و4 في السودان، فأمسك عن الذين في اليمن، في اليمن ما أتكلم عنهم، وذكر الذين في السودان، قال منهم الشيخ إدريس ضفع الله المصوبا، وعند أهل الله يسمى مصوبا الحضارات، وقد جر الشمس مع الملائكة 40 سنة. هسه الكلام ده بخش أقول زول مسلم، زول بني آدم في السودان ده جر الشمس 40 سنة، ها قبل 40 سنة وقبل ما يلدوا هل كانوا جاريهم؟ وده كلام باطل. ربنا قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العلي، الشمس ما جاري النازو عشان ما يغشك وبهذه العبارات وبهذه العقائد الفاسدة. قال منه ومنهم إدريس ود الأرباب فركة، ربنا أكرم بفركة من لباس الجنة، ها الجنة طلعوا فيها فرق، الجنة طلعوا فيها فرق. يا ناس دي عقائد القوم، والله دي عقائدهم، وما خجلان منا سطروها، نحن نخجل نتكلم فيها وننقضها، بننقضها بالكتاب والسنة، نقول ده كلام باطل ومن أبطل الباطل. قالوا منهم الشيخ حسن وتحسونة، أحيا الأموات بسره وخزن وملك من خزائن الأسرار ما ملك، بطره الله بطرا جميلا جزيلا. قال ومنهم الشيخ أحمد ود طيب ود البشير، ربنا ملك الكون 33 سنة ما نقصوا جناح بعوض. والله الكلام ده كان ما قريناه وشفناه بعيوننا ما بيصدق. زول يقول ربنا ملك الكون 33 سنة، في زول بيصدق الكلام؟ وربنا يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أقرأ القرآن ده كله، لمن الملك اليوم؟ قال الله عز وجل يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار مالك يوم الدين، الملك بيد الله تبارك وتعالى. ده قالوا ملكوا الكون 33 سنة. في صفحة ثانية قال حتى أن ملك الموت إذا أراد أن يقبض روح عبد يستأذن أحمد الطيب البشير. والله دي العقائد، عقائد خربانة وعقائد فاسدة وعقائد تجعل الإنسان يتعجب من ضلال هؤلاء الناس. والله تستغرب بعد ده في ناس مصدقين الكلام ده، يقول لك ما دام قالوا ما الله جائز ما في إشكال، وده كلام باطل من أبطل الباطل. فالصدق مع الله والصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول الصدق مع الله توحد الله عز وجل وتجتنب النواهي وتتبع الأوامر وتفعل الأوامر، والصدق مع الرسول عليه الصلاة والسلام بأن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام وتعني تطبق السنة في نفسك وفي بيتك وفي زوجتك وأولادك، ولا تخالف النبي عليه الصلاة والسلام لا في صغير ولا في كبير، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال وحسن خليقة، ما هو قال لك أربع أشياء إذا بقى فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة. والخليقة هي ما خلق الله عز وجل عليها الإنسان من الطبائع ومن الصفات المحمودة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأحد الصحابة، يقول له فيك صفتين الله بحبهم، الحلم والأنات، وهكذا الإنسان يتحلى بالصفات الحميدة، يتحلى بالحلم والكرم والشجاعة والمروءة، ويتحلى بالصبر وكظم الغيظ وغيرها من الصفات، والحياء، يتحلى بجميع
الصفات المحمودة، الصدق في الحديث، والليل الجانب مع الناس، وحسن العشرة، ومخالطة الناس بالتي هي أحسن، وغير من الصفات. إنسان يتحلى بهذه الصفات. قال: وحسن خليقة وعفة في طعمة. دي أربع أشياء من أسباب السعادة. الإنسان يتحرى أكل الحلال، وعفة في طعمة، يتحرى أكل الحلال ويتحرى الطيب، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل أمرنا في القرآن بأن نأكل من الطيبات، بأن نأكل من الطيبات. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فالإنسان يأكل الحلال من الأرزاق، ولا يدخل على نفسه المشبوه والحرام، من أعظم أسباب موانع، ومن أعظم الأسباب التي تمنع إجابة الدعاء أكل الحرام، أكل الحرام. الإنسان يبتعد عن الحرام، ومن الحرام أكل أموال الناس بالباطل، بالدجل والشعوذة والكهانة والعرافة وبالبخرات وبالحجبات وغير تدجيل هؤلاء المشعوذين وهؤلاء الكهان وهؤلاء الشيوخ الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. عنده حاجة رايحة يقول له جيب البياض، بخرات جيب البياض، محاية جيب البياض، كل هذا من أكل أموال الناس بالباطل. وكذلك الخبيث من المكاسب، يقول شغال سجائر وصعوب، ده كسبه حرام. ولا زول شغال عنده محل بتاع شيشة، كسبه حرام، وغير من المكاسب. فالإنسان يأكل الحلال. فالأربع أشياء دي الإنسان إذا حقق هذه الأشياء وإذا كانت فيه فلا يضجر إذا فاته شيء من حطام الدنيا. والدنيا دي كلها لا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالزول يعني يقتنع بما قسم الله عز وجل له من الرزق، ويحمد الله تبارك وتعالى على ما أعطاه الله عز وجل له من الرزق وإن كان يسيرا. تحمد الله عز وجل على الرزق ولو كان يسير حتى تلقى الله عز وجل، لأن الدنيا دي كلها دار اختبار وامتحان وابتلاء. ربنا قال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. فالدنيا دي كلها امتحان، الإنسان يصبر على ما يجده من الضيق في العيش، وما يجده من قلة ذات اليد وغيرها، يصبر وما يتضجر، يحمد الله عز وجل، يخلص في العبادة، ويعني يؤدي الصلوات على الوجه المطلوب، ويحافظ على الصلوات، والنساء يتقين الله تبارك وتعالى في البيوت ويحافظن على الصلاة، ويعني يتعلمن التوحيد والعقيدة، والشباب برضو يتقوا الله تبارك وتعالى، يتعلموا العقيدة والتوحيد، ويجتنبوا المعاصي والمنكرات جميعا، ويبتعدوا عن تقليد الكفار في الحلاقات وفي الأشياء التي يفعلونها. إنسان يبتعد، الشباب بالذات، لأنه كثير من الشباب الآن يعني تلقاه حالق حلاقة كفار، ولابس له لبس بتاع كفار، وتلقاه لابس السلاسل ولابس الخاتم، الأشياء كلها من صفاته ومن أفعال الكفار. والزول يبتعد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن تشبه بقوم فهو منهم. إنسان يتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويتشبه بالصحابة، أقرأ سيرة الصحابة وانظر ماذا كانوا يفعلون، ناس شجعان يقاتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لا يخشون في الله لومة لائم. واليوم شباب اليوم إلا من رحم الله، شباب أغلبهم أو أعظمهم تجده يقلد الكفار، ويعني تجده يشاهد مباريات الكفار والمصارعة وغير من الأشياء التي صرفت الناس عن دين الله عز وجل. تلقى الواحد عشان مباراة يسهر للساعة 2 صباح،
وليك الليله في الدوري الفرنسي والدوري الاسباني والدوري ما عارف ايه ويشاهد، وده كله من الباطل. زول يتقي الله تبارك وتعالى، انت مسؤول عن وقتك وعن عمرك، ضيعته في كوره، ضيعته في اي شيء، الله بيسالك من يوم القيامه. فالمسلم يتقي الله تبارك وتعالى في كل صغيره وكبيره، ونسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من المتقين. المحاضرة أصلا المتحدث الشيخ أحمد البدوي، فليتفضل مجزيا مأجورا، وهذه كلمة يسيرة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا، ويوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. إن ربنا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد. ونقدم الشيخ أحمد، فليتفضل مجزيا مأجورا.